بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ رسم سباق الهجن. الأول بنرسم خطين في الوسط عشان نحدد المكان اللي هنرسم فيه الإبل، والجسم بنرسمه على شكل بيضة. البيضة بنطلع منها الرقبة والرجول الأرجل، بس بنعمل خط واحد بخطوط خفيفة، هنقدر نمحي الخطوط دي بعدين. هنا الأرجل دي في حركة أخرى من حركات الجري. هنا الرقبة، الرأس بنرسمها خطوط خفيفة، وبعدين نقدر نمحي أو نتأكد من وجودها بشكل صحيح. هنا بنضيف الخط الثاني اللي هو حول الخط اللي احنا عملناه للأرجل عشان نحدد سمك الأرجل. بنكون من فوق متينة ومن تحت ضعيفة شوية. بنرسم السلام في نص البيضة من فوق. بنرسم هنا مكان للسيارة، بس بنحدد هنرسم سيارة في الخلف، بس بنحدد لها مكان. هنا رسمنا الرفرف الأمامي، البانا، الليت الأمامي، حددنا المكان، الصندوق الخلفي، بعدين رفرف تاني خلفي، بعدين التاير الأمامي والتاير الخلفي. هنا السيارة زي ما انتم شايفين، بنضيف عليها بس بعض الأشياء اللي هي تفاصيل خفيفة بخطوط خفيفة. لما بنتأكد منها بنضغط عليها بعدين، أو نقدر نمحي بسهولة. هنا الأرضية بنرسم شجر صغير عشان يكون بعيد يبين العمق في اللوحة. رسمنا ثاني سيارة صغيرة برضو، السيارة أصغر من السيارة اللي في الأمام عشان برضو إنها بعيدة جدا. هنا بنرسم الركاب والديل، يكون في حركة للخلف عشان يبين حركة الإبل. هنبتدي نحدد بعد الانتهاء. انتهينا، هنبدأ نحدد الشجر الصغير، النخل، كذلك السيارة، كذلك. ونأكد على كل الخطوط إذا كان الخط صحيح في مكانه أو إن احنا نغير مكانه للشكل الأصح. هنا بنرسم السيارة الثانية، طبعا أكبر من السيارة الأولى لأنها أقرب منها. بنرسم السائق، تفاصيل واكسسوارات بس لإضافة بسيطة على اللوحة. رسمنا الدوائر، هنا بسهولة جدا بنرسم الرنجات، الخطوط اللي بتكون على السيارة. نبدأ في تأكيد على خطوط الناقة. هنا خطام، هنا الأرجل الأمامية أكدنا عليها، من فوق تكون متينة شوي ومن تحت أضعف. ركاب الديل في حركة عشان يبين السرعة. نفس الكلام بنأكد عليه في كل حركة، دي حركة أخرى من حركة الإبل أثناء الركض. هنا السور الحديد أو يسمى الدورة، الطيور اللي هي الحمام اللي طاير بيكون إضافة للوحة. أي خط زيادة بنمحيه،
بنبتدي نلون. إذا الخطوط مو واضحة، الصغيرة الخيل الخفيفة اللي في الداخل عادي، أو إن احنا نمحيها بالشكل ده. الأماكن اللي من تحت بتتلون بلون بدرجة غامقة عشان يبين شوية الظل والنور. ما بنأكد على الظل والنور أكتر من إن يكون بس للأماكن اللي فيها، اللي مش واصل ليها الإضاءة، تكون أغمق من الأماكن اللي عليها إضاءة. هنا بنزين خطوط للفوطة أو اللحاف اللي بيكون على الناقة، لون أرضية بلون أصفر، وبعدين نضيف عليه لون بني عشان يبين لون الرمال. بنأكد على الخطوط الثانية الغامقة باللون البني، الشجر هذا. هنا بنلون السماء باللون الأزرق الفاتح. طبعا مسكة القلم بالشكل ده الطريقة الصحيحة اللي أنا ماسك بها القلم عشان ما يبان فيه خطوط في أثناء التلوين، إن القلم يكون مايل على الورقة. رسمنا الخطوط بلون، والسور الحديد بنفس اللون اللي عملنا بيه الخطوط. هنا بنأكد باللون البني على الأماكن اللي فيها ظل، وبنلون بيه نفس السيارة. طبعا الشجر أكيد باللون الأخضر إذا كان في عشب في الأرض. هنأكد على الأماكن اللي فيها ظل باللون البني، ما بنضغط على القلم بس يبين بس الظل، نأكد على الظل بس فقط.